الدور في نصف نهائي الدور دور السيمي فاينل. نايس شوت احمد سلمان. عادة نشوف برونو يتواجد ايضا. مايك هاريس زين يعني قد المباراة يعني قد والله العالم 86 و 2 بوينتس. اوه نايس شوت ب 16 نقطة مقابل 13 نقطة. نايس كروس اوفر نايس شوت لكامبس بالثلاثية. هشام بذكاء وقف 20-18 نورو. الان 27 ناقص 21 6-0 فروم ذا بنش برونو نوروز. الانطلاقه الان لامير. يا سلام قلت لك من اول من المباراه. مايك هاريس قلت لك حذاري. ثواني ثلاث ثواني 2 بوينتس نايس جود 24 سكندز لكن الدفاعات سهله فيه. برونو إيرل كلارك. ماذا حدث؟ الأهلي يعود. روز الثلاثيات غايبة في الشوط الثاني. نايتس 2 بوينتس لنوروز بهدوء متواجدة. وراح نشوف الآن الأوبن open for the three. احمد سلمان يتعرض لضغط من احمد حسن. نايس شوت احمد سلمان. توفق سيطر عليه مايك هاريس. مايك هاريس او كل التصويبات صباح 2 بوينتس وجود جاب الاهلي. الان الفارغ يعود لان كمبس عليه اربع اخطاء شخصيه. احمد سلمان لعبته يا الله يا عليك يا روعه. مباراه بدايه الكوارتر الاول من المباراه 2 بوينتس. قلت لك النتيجه 86 للفايز. الفريقين راح يطلعون فوق ال 80.